قلت لك في الاول بداني يستر، يعني يستر ما تقدريش تحمليه، يعني اللي كان كبير. على مستوى الرقبه كان على مستوى الرقبه، يعني انا ما خممتش بالك يكون مثلا سرطان ولا مثلا مرض ما يتخيلوش العقل. قلت بالك تعب، باسكو انا كنت نخدم على الحاسوب، دونك لا بوزيسيون اللي كنت نخدم فيها قلت بالك كانت هي السبب. هي السبب. نعم. دونك انا واش درت؟ رحت لعند اخصائي قلت نشوف شنو هو السبب اللي خلاني يعني عندي هذا السطر كامل. جات الاخصائي شافني يعني وقال لي بلي ما تخميش، قال لي جوغ عندك سطر، اكد لي المعلومه تاعي، اكد لي، قال لي بلي فوالا دونك سطر تاعك على حسب لا بوزيسيون اللي تخدمي بها، دونك عندك الويتور تاعك انت قدام الحاسوب، دونك هذه حتاثر عليك. قال لي لا قال لي ما عندك والو، شافني دار لي راديو، قال لي ما عندك حتى حاجه. درت لامان، رحت للدار، اعطاني وصف لي حامل رقبه، وصف لي كذلك دواء، يعني تبعته مده 3 اشهر وقعدت يعني بلا مان على اساس انا ما عندي حتى حاجه. دازوا هذوك لي 3 موا ابخي استر ولا يتزايد، يعني ولا غير محتمل، ولا يتزايد بشكل رهيب يعني ما تقدريش تتخيله. وصلت وين كي نرقد في الليل، لا بوزيسيون اللي نرقد بها ما نقدرش يعني اي بوزيسيون توجعك، اي بوزيسيون توجعني حتى وصل اليوم اللي ترتق فيه كلش. يعني انا كنت راقده نط صباح مكبله، ما تقدريش تتحركي كليا، تقدريش كامل تتحركي، ما قدرت ندور اغوش، ما قدرت ندور ادغوات، والو يعني عيني يا برك هما اللي يهضروا يتحركوا فقط، انا ما نقدرش كامل نبوجي. دخلوا عندي ما فامي، وشنو هو السبب اللي خلاك هكذا؟ ما نقدرش ميم با نيكسبليكي، ما نقدرش ميم با نهضر، يعني كي نهضر راني راح ندير يعني كاين عضلات يتحركوا معايا، كي يتحركوا دوك العضلات يحكمني سطر اوتوماتيكمون، دونك ما نقدرش ميم با نيكسبليكي. ابخي جاو رفدوني اخصائيين، جاو لامبيرونس وهكذا رفدوني، داوني لوبيتال تما بدات المسيره تاعي، شوفي داروا لي، داروا بيا 5 ميدسان شافوا لي بون، داروا لي دي راديو دي زاناليز تو كملوا، داروا لي كامل. شتي كنت برونشيا لكل كلمه كانوا يهضروها، كنت انا برونشيا معاهم. الكلمه الوحيده اللي وجعتني هي ورم، كلمه ورم سمعتها. وشنو هو هذا الورم؟ ما على باليش، ما نقدرش نعرف، وانا مازال ما عنديش فكره بلي عندي سرطان، ما عندي حتى فكره. يعني هما ما كانوش متاكدين، ولكن انا ما عندي حتى فكره وشنو هو وشنو هي الحاجه اللي تخلي هذا السطر الرهيب عندي. كما كان الحال خرجوا لي ميدسان هذوك المفامي، بون كانوا عند معايا مي بارون، خرجوا قالوا لهم بلي فوالا لازم ورده تقعد معنا هنا في لوبيتال لمده، نديروا لها العينات اللازمه باش انا عرفوا شنو هو المرض تاعها. اوكي، داروا لي، خدموا لي كوارتيتو في مستشفى مصطفى باشا، يعني بيير ماري كوي. دخلت عملتي العمليه؟ لا، في الاول ما عملتش العمليه، يعني قعدت مده شهرين، قريب 3 شهور. يقدروا يعرفوا لي الحاله تاعي وين راهي وانا لا خبر. واللي كان هو سرطان اوتشكين الغدة اللمفاوية. هو يقيس الغدد اللمفاوية. نعم. دونك كيما كان الحال قلت لك قعدت قريب 3 موا، عرفوا لي نوع المرض تاعي، ابخي داروا لي عملية. عملية استئصال الورم. درت العملية، داروا لي تحاليل لهذاك الورم اللي نحاوه، ابخي باش يعرفوا اسك حميد ولا سليم. كما كان الحال داروا لي العمليه. بعد العمليه بعد العمليه ب 20 يوم جاتني اخصائيه نفسانيه تقعدت معايا وبدات معايا في حوار، يعني الحوار هذا كان في مصلحتي يعني اكثر. نعم، قعدت معايا بدات تفهمني في نوعيه المرض اللي عندي بلا ما تقول لي كلمة سرطان، يعني بلا ما تجبد كلمة سرطان، يعني كلمة سرطان ما سمعتهاش من عندها.
صدقيني على كامل اللي الانسان واش يكون كامل مثقف ولا واش يكون عنده معلومات ولا واش يكون، لكن في هذيك الدقيقه والله العلي العظيم تخفالك. صح تخفالك، يعني تولي انسانه ما تعرفي ما قريتي ما شفتي، يعني ماشي حاجه سهله. ونحيي يعني المستشفيات ديالنا انهم كيبعثوا الانسان يكون عنده ورم ولا يعني سرطان، يبعثوا له انسان اللي يفهم المعلومه بدون ان يتهجم عليه، لانه أكيد. يعني الناس محترفين الله يبارك. كاين ثاني ناس اللي يجي يقول لك السلام عليكم عندك سرطان، هذا الشيء يعني صدمه نفسيه. اكيد يا جاتك وحده، جاتني اخصائيه وقعدت معايا فايد السوايع، قعدت معايا قصرت معايا وهيئتني. كيفاش كان الخبر على وردة؟ كان صادم بدي. كان صادم ما تخيلتوش صدقيني. شتي مد قلت لك قعدت في السبيطار اكثر من 3 شهور ولا يوم سقسيت نفسي وشنو هو المرض تاعي، ولا يوم. لحد الان نبدا نخمم، نبدا نقول كيفاش كنت غافله، يعني كيفاش كنت، يعني كيفاش ما حاورتش نفسي، ما قعدتش مع نفسي وما قلت وشنو هو مرضي، علاش راني هنا، ولا نهار. سبحان الله على بها تصدمت بزاف، لانه كنت قلت لك يا اخي، قلت لك الانسان قد ما يكون ذكي وقد ما يكون، ولكن تخفاله. واش كانت ردت فعل؟ تصدمت، خرجت. انا كان هذاك اخر يوم ليا في المستشفى، اخر يوم ليا. حبوا يعلموني من بعد نروح نخرج ندي امبوز نرتاح فيها في البيت من بعد باش نبدا العلاج تاعي. هذاك اليوم الاخير انا خرجت من تم مصدومه تماما، ما قدرت نهضر مع اي احد، يعني ما والدي، ما قدرتش يعني ما قدرت نقابل حتى واحد، ما قدرت نهضر، ما قدرت. تصدمت ما ولا ردت فعل عاديه، ولا ردت فعل عاديه. ما تقبلتش الموضوع تماما، ما تقبلتيش الموضوع لانه احنا عندنا افكار يعني خاطئه انه السرطان هو ايتيغال الموت، السرطان كحد تموت كحد. لكن العلم الان تطور ويعني تبدلت الاشياء. هو السرطان عادي، يعني عندك سرطان عندك غريب. صح الاراده هي كلش. صح الاراده، يعني تكوني عندك اراده وتكوني عندك قابليه باش تعيشي مرحله من حياتك تسوفري فيها، من بعد خلاص يعني من بعد تعيشي كي انت كي الناس. فقط هذيك هي الحاجه اللي تطلع لك المورال، يعني تقدري تكوني فيها تكوني حنا في الاول. انا كذلك، يعني انا كانسانه عاديه في الاول ما على باليش، سمعت سرطان تصدمت، قلت في قلبي راح نموت راح نتعذب من بعد نموت. هذا واش قلت؟ قلت انا راح ربي يكتب لك عمر جديد. الحمد لله الله يبارك. الحمد لله. يعني واش هي الحاجه اللي قاستك خلال يعني فتره العلاج وفتره يعني وين كان على بالك انه عندك سرطان وقعدت لك ليومنا هذا؟ لانه يعني عن تجربه انا صرات لي، يجوك يعني هكا ناس بتدخ كلمات يقيسوا جارحه وانت يعني على بالي الله يبارك بشخصيتك القويه تجاوزتيهم. كاين بزاف ناس قالوا لي اطلب السماء، هذه ما تروحش من راسي، يعني كاين بروشه. كاين بزاف ناس قالوا لي اطلب السماء قبل ما تتوفي، هذه برك قعدت لي بزاف في راسي ما حبش تروح. انا مسامحه، يعني اونتر بارونتيز انا مسامحه اي انسان جرحني بكلمات، انا مسامحتهم. ولكن هذاك الوقت صعيبة على إنسانة يعني شابة، يعني فهمتي تكون هذاك وين كانت مديرة مخططة لحياتها، من بعد تشوف باللي هذوك الحاجات اللي خططت لهم ولا اللي تأملت تعيشهم راح يتلاشاو قدامها، ما على بالهاش إلا تنجح ولا لا. باسكو أنا كنت في المرحلة الأخيرة. كنت في المرحلة الأخيرة، يعني أنا كان عندي أمل ضئيل باش ننجح، كان عندي. وانا هذه اللي زادت منعتني باش نتحدى في الاول. انا في الاول ما قبلتش كليا التحدي، ما قبلتش، قلت ما نداوي ما ناخذ الوغ لا جرعات الكيماوي، ما قبلتهاش. درتي جرعات الكيماوي؟ اكيد درتي. درت جرعات الكيماوي، خديت جرعات الكيماوي. كيفاش يعني جوزتيها على بالي بلي شعر يطيح؟ يعني سيرتو كي تكون مراه انها ما تقبلش نفسها كي تشوف روحها في المرايا، كيفاش قدرتي تجوزيها؟ اكيد ما قدرتش، ما قدرتش. انا في الاول قبل ما نبداها قلت ما نقبلش،
يعني رفضت تماما، رفضت الفكره، قلت ما نداويش ما نداويش ما نداويش، ما نقدرش نشوف شعري يطيح، ما نقدرش نشوف روحي نتعذب. قلت لك الفكره كانت خاطئه بالنسبه ليا، نتعذب من بعد نموت علاه عليا؟ قلت لا لا بالعكس، ما نتعذبش، نموت غير كتمو، حاب ربي يدي امنت ويدي امنت، ولكن باش نكون انا زعما نتعذب وهكذا خليني خلاص نو ليس طومبي. من بعد لا، خطا خطا بين ليلى وخوتها، يعني ترقدي بفكره تنوضي بفكره واحده اخرى. الحمد لله، الله الحمد لله، ربي سبحانه وتعالى كيحب يحط فيك ايمان، يحط يعني الحمد لله. نط خرقت بفكره، نط صبح ربي بفكره اخرى تماما، قلت لا لا ما يغلبنيش، علاه يغلبني؟ وشنو هو سرطان؟ يعني سرطان وشنو هو؟ والو سرطان، علاه ما نغلبوش انا؟ علاه ما نكونش انا الخصم ديالو؟ الخصم ديالو. تحيه حاره على ورده.